بها. وننتقل إلى موضوع آخر، حيث شهر رمضان خصه الله بخصائص عظيمة ومزايا جليلة. سنتكلم عن بعض فضائله مع الدكتور علي منصور كيالي، وباحث إسلامي. يسعد صباحك دكتور، كل عام وأنتم العائلة الكريمة بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين جميعا. الله يسلمك دكتور. رح نبدأ أول شيء بالفرق بين الصوم والصيام. يمكن الناس قليل اللي بيعرفون هناك في فرق بين هذين المصطلحين، وهذا طبعا يبين إعجاز أيضا اللغة الفصحى العربية الفصحى. القرآن الكريم أولا ليس فيه كلمات مترادفة على الإطلاق. نعم. فحينما القرآن الكريم يذكر الصيام لا يقصد به الصوم. نعم. وسنجد ذلك من خلال آيات القرآن الكريم. قال تعالى بسورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل كتب عليكم الصوم. نعم. لكن الموضوع الهام هو علينا أن نصوم صوما وصياما. نحن نركز على الصيام ولا ندرك أهمية الصوم. فما هو الصوم؟ الصوم هو قول الحقيقة والكلام الطيب مع الناس خلال السنة كاملة. لماذا؟ الصوم يأتي بالواو، أقصد الصوم. نعم. يأتي مع رمضان وغير رمضان. لماذا؟ ومن النص القرآني، عيسى عليه السلام يقول إلى أمه مريم: فكلي واشربي، هذه امرأة ليست صائمة بالياء. نعم. فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. لو قالت نذرت صياما فهي غير صادقة، حاشاها. إذن الصيام هو عن الأكل والشرب. صحيح. والصوم ولكن هو عن الكلام البديهي وأيضا قول الصدق. بالضبط. والكلام اللين والحسن مع الناس. قال تعالى صراحة في سورة النساء: نعم. وقولوا للناس حسنا. لذلك الموضوع الهام حتى في الحديث القدسي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وليس الصيام. والناس طبعا دائما فاهمين خطأ، يعني هن فاهمين الصيام. نعم. يمكن لأي إنسان حتى الطفل الصغير اللي عمره 4-5 سنوات أن يحقق الصيام ويجوع من الصباح حتى المساء. لكن الصوم وقول الحق هنا القضية الكبرى، وهذا جزء من التربية أيضا. يا سيدتي، هذه ثقافة اجتماعية. نعم. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح الفرق بشكل واضح فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به، أي من لم يصل إلى الصوم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام لا يؤدي الغاية المرجوة منه إذا لم يوصلني إلى مرتبة الصوم. أكيد. وأوضح مثال للتمييز بين الصيام وبين الصوم الآية العجيبة، هي الآية 35 من سورة الأحزاب. لأول مرة الله دوما يقول يا أيها الذين آمنوا، ولا مرة قال يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمنتن. نعم. يعني لا يميز بين المذكر والمؤنث إلا بالآية 35 من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. يرتقي الله صعودا نحو الدرجات الأسمى، بدأ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ليصل للمرتبة الثامنة فيقول: والصائمين والصائمات. فلو كان يقصد الصيام لوردت مع المسلمين والمسلمات. نعم. فيقصد الصوم إذن، لأنه والصائمين والصائمات حتى لم يقل والمصلين والمصليات. نعم. فاختار الصيام في المرتبة الثامنة لكي يفهمنا أنه يقصد الصوم، مع الإنسان أن يكون دوما في حالة سعادة، في حالة مرح، في حالة تفاعل، في حالة أخذ وعطاء مع الجانب الآخر، لأن يكون انعزاليا. أكيد. فعلينا في رمضان أن نصوم صوما وصياما، والصيام شهر واحد، أما الصوم فهو 12 شهرا. أكيد. المفروض يكون جزء من حياتنا اليومية. صحيح. ثقافة يومية. بالضبط. للأسف